مساء الخير مجددا، تحية لمن التحق بنا في هذا البث المباشر من رونديفو نوف لليوم. ونواصل أخبارنا. أدى أمس والي بن عروس عز الدين شلبي زيارة إلى ورشات الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية بسيدي فتح الله، وذلك في إطار المتابعة لزيارة رئيس الجمهورية للمؤسسة المعنية يوم 12 مارس الماضي، والتحقق من مدى تقدم التوصيات والتعليمات اللي أعطاها رئيس الجمهورية بخصوص عملية صيانة وتجريب 28 قطار. جاء لنا فخامة رئيس الجمهورية وأسدى تعليماته لرفع أكداس الخردة بتاع بقايا العربات القديمة. نجم جاوب. باه شبيه لحد اللحظة ما تمش رفعها. هي قلت لك مربوطة بها صح. أنا اللي لاحظته تفصي تام اليوم من الإجابة والمسؤولية. كالعادة إجراءات روتينية فهمتني والتسويف وسوف تنعقد. شوف تنعقد اللجنه الفلانيه والتتام اللجنه الفلانيه والهيئه كذا وكذا وفلان صحح فلان ما صححش. شوف وفلان اخذ كونجي سامحني وفلان اخذ كونجي ولا فلان مشى عنده شهاده طبيه. هذا هو الكل. نحترموا المؤسسات نتاعنا، يعني احترمنا انفسنا، هذه اهم حاجه فهمتني. وارجوكم يرجوكم ثم ارجوكم راي امانه نتحملوها، نتحملوا الامانه بكل بكل وزرها فهمتني. هذا الجبل هذا نتاع نتاع ايام تشريك تاع الرفاهه حظر مكتوب يخرج للبلديه من اجل رفعه في قدم الساعات في قدم الساعات يتم رفعه تم رفعه في قدم الساعات. وهذا حظر رياض مهم جدا ان نشوفوا الولايات سور تيران انه يتبعوا يعني الشؤون المنطقه نتاعهم ايضا المشاريع وايضا المشاكل اللي في الجهات نتاعهم. لكن فما شكون يقول علاش التحركات هذه نشوفوها كان بعد زيارات رئيس الجمهوريه، علاش ما نشوفوهاش قبل؟ هو اللي قام بالزياره الميدانيه للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية بسيدي فتح الله هو السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 12 مارس، ووالي بن عروس السيد والي بن عروس هو ممثل السيد رئيس الجمهورية في تلك الولاية، وبالتالي من دوره بل من واجباته أن يقوم بمتابعة آثار تلك الزيارة الميدانية اللي قام بها السيد الرئيس. والغريب في الأمر أنه السيد الوالي وقف على حالة من الاستهتار، يعني التعليمات التي أسداها السيد الرئيس في علاقة بتنظيف المستودع ورفع الخردة وغيرها معناتها من المسائل ما تم فيها ما شاف فيها السيد الوالي حتى تقدم. وراو شوف راو احنا كنا نحكيه على الحكومة ونحكيه على أداء سامحني بعض الوزراء، نقولوا راهو السيد رئيس الجمهورية معناتها يحكي على مواضيع معينة ويحكي على ثورة تشريعية ويحكي على تنقيحات ويحكي على مشاريع قوانين من شأنها أنه تعطي معناتها رسائل أمل للشعب التونسي وللشباب التونسي والمواطنين التوانسة، ولكن على أرض الواقع عمليا فعليا ما فماش متابعة، ما شفنا حتى شيء من قبل الحكومة ما فما حتى مشروع قانون اليوم تعدى للبرلمان. والي بن عروس راهو تنجم تختلف معاه في أسلوبه، تنجم تختلف معاه في طريقته، تنجم تختلف معاه في تصريحاته، والمسؤول في نهاية الأمر يخطئ ويصيب. ولكن أنا واحد من الناس تعرف شنو يعجبني والي بن عروس؟ إنه يتحرك وميسالش، فليخطئ وليصيب، واللي يخدم هو اللي يغلط ميسالش، هذا فرضا اللي هو يغلط ميسالش. أنا أعطيني مسؤول يتحمل المسؤولية ويخطئ ويصيب ويتحرك ويتبع ويعاين ويقف معناتها على المشاكل اليومية الحقيقية اللي تمس المواطن بشكل يومي ومباشر، أنا خير لي من ألف مسؤول متكستم وشد البيرو متاعو ما يعمل في حتى شيء. باهي والي بن عروس يقول القائل يا أخي علاش سامحني، علاش فما ناس معينة تتسب، علاش فما ناس معينة تتشوه، علاش فما ناس معينة تتهرسل، علاش فما ناس معينة يوصلوا حتى لهتك أعراضهم ويوصلوا حتى للتنمر متاح للتنمر عليهم، علاش؟ لأنهم يخدموا، لأنهم يحاولوا يا سيدي، مش لأنهم يحاولوا يخدموا ميسالش يحاولوا. أخي والي بن عروس تي ما نعرفوا عرضة لنقد لاذع، عرضة للتشويه، عرضة للتنمر،
عرضة للسبان، عرضة للشتم، آخرها اليوم معناتها نشوف في الباجيت نتاع حركة النهضة وأنستالينغو وفي العصابة، وفي العصابة اللي تصدى لهم عز الدين شلبي في بن عروس، خلينا نكونوا واضحين زد. دونك أنا العباد هذه كي تتهرسل، أنا شوف ساعات حتى كيف تلتبس في ذهني الأمور وما نبداش حتى متمكن من بعض المعطيات والمعلومات، أنا كنشوف فما مسؤولين بعينهم وأشخاص بعينهم كل يوم يتسبوا ويتهرسلوا ويتهدوا ويحرضوا عليهم ويهتكولهم أعراضهم ويتنمروا عليهم، أنا نزيد نتمسك بالدفاع عليهم. والي بن عروس ميسالش، نقوله سيد الوالي، من اجتهد وأصاب فله أجران ومن اجتهد ولم يسب فله أجر واحد، يكفيك شرف المحاولة يا سيدي، على الأقل أنت تحاول تسعى تجتهد ولتخطأ ولتصيب ميسالش. ولكن والي بن عروس لا يقارن بأي حال من الأحوال بولات أخرين حتى لا أقول الأغلبية، وبمسؤولين أخرين حتى لا أقول الأغلبية، اللي ركشين أهوك امتيازات الدولة، شهرية الدولة والسفاريات. عادة أقسم بالله أنا نشوف رأو في بعض المستشارين وبعض المسؤولين رأو شي يدوخ رأو كل شهر في بلاد على نفقات الدولة، فيش يعملوا فيش تجيبوا تجيبوا في الاستقلال فيش تعملوا، الكل على نفقات الدولة، امتيازات الدولة، شهرية الدولة، ومن بعد يا رياض دافع، يا رياض تكلم، يا رياض قول، يقول أنت يعطيني أنت عمالين شنو خدمت بابا، أنت شنو خدمت؟ برشا مسؤولين أقسم بالله راو خلي راو، ما نحبش ندخل في بعض التفاصيل وبعض الأسماء، ما نحب نحرج حد، لكن فما بعض المسؤولين وخليني نقول البعض عار على الدولة التونسية وعار على مسار 25 جويلية، وكان فما ناس مش يضروا المسار هذا ومش يضروا السيد رئيس الجمهورية، هو نوعية المسؤولين ذوما اللي يا رسول الله تحركوا يخدموا ونجزوا وريونا وريونا اللي انتم على الأقل تحاولوا، على الأقل تحاولوا، على الأقل فما متابعة للمشاريع متاع السيد رئيس الجمهورية، للزيارات الميدانية متاع السيد رئيس الجمهورية، مهم يعملوا في حد شيء حتى شيء، مع احترامي بطبيعة حاله دي ما نقولها، راو فما ناس ناجحين ومجتهدين ويخدموا على رواحهم وألف تحية لهم. هذا يهزنا خليفة للحديث عن السلطة الإدارية والسلطة السياسية للولايات وضرورة يعني استخدامها فيما يفيد المنطقة متاعهم وفيما يفيد الولاية مرجع النظر متاعهم. طبعا الوالي خاصة في النظام السياسي الآن باعتبار النظام قائم على رئيس الجمهورية، الوالي ممثل لرئيس الجمهورية، وهذا من صلب دوره أنه يراقب كل المرافق اللي تعود إلى الولاية، ما نجمش نشاهده في الجانب هذا. أنا الأسبوع هذا شفت هذا تو شفته معناها قبيلة كي جينا ندخلوا للبلاتو، شفت الفيديو متاع والي بن عروس، ولكن شفت فيديو المدة الفايتة اللي والي بن عروس نفسه في زيارة إلى مساكن التربية تقريبا. الحقيقة حاجة تسخف راهو في بلادنا وحاجة تألم بالحق. أنا ما فهمش شنو العائق اللي يحول دون حل المعضلة متاع الخردة هذيك، معناها يسمحون الناس في العبارة ولكن هذا واقع، والأكداس هذيك من الحديد الكل شنو اللي يمنع شنو؟ كون أنا ما نفهمش، لما ما تصلحش هذه كل المعمل الفولاذ ما تصلح، لازم تصلح في حكاية من الحكايات، تثمينها، إعادة رسكلتها. ما البلاصة هذيك نعرفها أنا واحد من الناس، نمشي لأني عندي ورشة قريبة غاديك نصلح في الكهرباء، نشوف فيها معنا كمواطن هكا أنا بسيط ما نفهمش، ولكن حاجة تؤلم. شفتك المساكن متاع التابعة معناها وزارة التربية متاع الأساتذة والمعلمين والإطارات التربوية، مساكن تقول خرب من كأن عندها 50-60 سنة مطيشة ومفقودة وأعشاب وأوساخ ويمكن حشرات وما نعرفش إيش. علاش زعما هذه تتطلب إمكانيات كبيرة؟ ما تتطلبش حتى إمكانيات كبيرة. شنو المشكلة؟ أنا باش نسأل سؤال، باش نسأل سؤال تو بربي، رفع الفضلات، رفع الفضلات ولا رفع ما نعرفش هنا الخردة، يا رسول الله هل تتطلب زيارة ميدانية للسيد رئيس الجمهورية يهبط بيدو الولاية ولا معتمدية ويلزم إلا ما هو يكلم الوالي باش يدخل يرفع الفضلات؟ يلزم رئيس الجمهورية يدخل شخصيا لتحديد جنس مولود؟ يلزم رئيس الجمهورية يدخل باش يرجع الماء ولا الضوء؟ تو هذا عادي؟ تو ليه هذا عادي؟ هذا عادي مش عادي ليه؟ وتلقى مسؤول تلقى مسؤول يبدا بالدزين اللي ما يدخل رئيس الجمهورية باش يقول له هز الفضلات ولا رجع الماء ولا رجع الضوء ولا شوف الكار الصغيرات تزم يقرا وكل شيء، تلقى نفس المسؤول المتقاعس هذا ينبر على والي بن عروس. في الأقل والي بن عروس ويتحرك يا أخوي وخلي يغلط. أنا أعطيني مسؤول يتحرك ويغلط خير من مسؤول سامحني في الكلمة كزير المتكي لا يضحك لا يبكي. ما هو هذا زاد يرجعني لموضوع مهم جدا في الحياة السياسية وفي إدارة الشأن العام، هو النجاعة.
لانه لهنا تعود على رئيس الجمهوريه يلزم لديه فريق للمتابعه، لهنا تعود مسؤوليه على السيد رئيس الجمهوريه، هل لديه الفريق اللي يتابع واللي يراقب العمليه ذي قاعد تتم ولا، لان الكل تعود عليه في نهايه الامر. نقول كان نعرف رئيس الجمهوريه في الدوله. اثنين، اهميه تعيين ولات، هاو عندك مشكل في صفاقس تو، وهاو عندك مشكل موجود في العامره وفي جبنيانه، مهم جدا وجود والي في 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 في, في منطقه كما هاك. شفت والي بالعروس خرج سيدي وباش يتابع المشروع نتاع الخرده في في محطه القطارات، ولا مشروع المساكن نتاع التربيه، ولا غيره من المشاريع. يلزم ثم ولايات يتم فيها تعيين الوالي، مهم جدا. انا نعتقد اليوم كان ثم والي بذلك معناها الحرس وغيرها، راهو لقينا حلول الى حد ما في موضوع العامره وجبنيانه. الى اليوم ما ثماش حلول، لانه زاد ما ثماش والي في هذا الاتجاه اللي يمكن يقادر على انه ياخو ويلم المجتمع المدني ويلم القوى الحيه في الجهه ويلم المواطنين ويحكي معاهم ونلقاو حل. ثم ولايات الى اليوم بدون، ثم ولايات ربما زاد يلزم ولاتها يتحاسب، وتحاسب مش معناها المحاكم وحبس، انا مانيش يتحاسب بالبيلون تاع خدمتك انت والي عندك 4 سنين او 5 سنين او ما نعرفش قداش، كيما يتحاسب الوزير. كذلك الان ماناش قاعدين نشوف، راهو ديما نقول الحساب ماهوش حبس، الحبس ما عمره ما حل، لان حاسبك انت خذيت مهمه اش عملت فيها المده هذه نتاع المهمه هذه، باش انا كمواطن نقول طبعا ها عينته صحيح، ممكن يكون ماهوش في المستوى نتاعك الكفاءه ولا ماهوش قادر ينجز المهام مطروح، ولكن تم محاسبته في انتظار لانه المحاسبه السياسيه في النهايه على من ستعود؟ على رئيس الجمهوري. ما هو المحاسبه لمن يشتغل السياسي؟ هو شنو اللي صاير تو؟ برشا مسؤولين فاشلين للاسف من شنو يصرفوا هم؟ خلع عباد بالكش ينتخبوهم ولا يعرفوهم هم اصلا؟ والله العظيم لا يعرفوهم، هم يصرفوا من ثقه الناس في السيد رئيس الجمهوري، اما الى متى؟ معناتها راهو السيد رئيس الجمهوريه تقريبا هم يصرفوا من ثقه الناس فيه، اما هم على عمليا فعليا شنو انجازاتهم؟ ماذا قدموا؟ الحقيقة راهو حد شيء، وديما نقول راهو أتمنى أن يكونوا أقلية العباد هذوم المسؤولين هذوم. نظم اليوم وبعد تلقاهم ينبروا على والي بن عروس. نظم اليوم عدد من ممثلي المجتمع المدني والنشطاء المهتمين بقضايا الهجرة وقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد الأوروبي بتونس للتنديد بسياسات الأمنية الأوروبية في التعاطي مع ملف الهجرة. وقال الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر أنه تنظيم هذه الوقفة يهدف إلى مطالبة دول الاتحاد الأوروبي بالكف عن السياسات التي وصفها بالغير غير الإنسانية والتخلي عن المقاربة الأمنية لوحدها في التعامل مع قضايا المهاجرين. خليفة، مرة أخرى أن نرجع نحكي على أنه مشكلة المهاجرين الغير نظاميين في تونس لا يمكن أن يعني تكون مشكلة تخص تونس فقط، تونس هي حلقة في وسط يعني السلسلة هذه الكل من الهجرة غير النظامية. أنا الحقيقة نتابع كأي مواطن وحتى كان مهتم بالشأن العام ويمكن يدخل في صلب مهنتي ما قاعد يتقال في علاقة بموضوع الهجرة غير النظامية، واللي تقديري أنا لم أرى تحاليل، رأيت مواقف في الموضوع مش تحاليل، لأنه يعني نحلل شيء نعطيه مواقف شيء، وتحولت المسألة لتصفية حسابات ومراجعات كان من صلب المواقف السياسية لتسجيل النقاط مش تحليل للظاهرة. أنا أعتقد وما زلت على قناعة أن ظاهرة الهجرة غير نظامية ظاهرة تتجاوز تونس بكثير، وهي ظاهرة يعني منها العالم الكل، ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى تدويلها. وفي 10 أفريل صادق الاتحاد الأوروبي على قوانين تؤكد على وحدة التعامل بين الدول الأوروبية في هذا الموضوع حسم الأمر، وهذه الوحدة بين دول ثم بين قوى سياسية، يعني الدول نفسها، ولكن لأن الدول تشقها تناقضات في التعامل مع موضوع الهجرة غير النظامية، ثم اليمين المتطرف، ثم اليسار، ثم القوى الاجتماعية، هناك اختلاف في تقييم الظاهرة، ثم ناس تعتبرها احتياطي عمالة مرهون لرأس المال في أوروبا، وثم ناس تعتبرها تهديد لمعناها الجنس الأوروبي وخطر على ثقافتهم وعلى كيانهم الحضاري، كل واحد تعامل معها بكيفية، ولكن في نهاية الأمر توصلوا إلى إيجاد سياسات مش تكون مشتركة. الآن تتبنى ميلوني هكذا سياسات في علاقة بالمنطقة وماشيين لمقترحات حكاية معناها مش يلقاو دول بدائل عن هذه الهجرة غير النظامية ويعتبروهم محطات معينة لترحيل هؤلاء، ثم يدخلوا في سياسة جديدة اسمها الهجرة الانتقائية واللي هي موجودة إلى اليوم.
خاطر تقف انا وانت باش ناخذوا فيزا حشت من ناس معينين يهزوهم للفيزا وناس اخرين طايشون في البحر. مشكله متجاوزه تونس. صحيح ثم طريقه في التعامل بالنسبه لتونس مع هذا الموضوع، وثم مبادرات يلزم تكون على المستوى الاقليمي والقاري، تفعيل دور الاتحاد الافريقي في خوض سياسة مشتركة تجاه أوروبا في التعامل مع هذا الموضوع وتجاه ألاف المؤلفة اللي قاعدة تزحف في اتجاه أوروبا، وهذه أعداد تقدر بالملايين أمام انهيار اقتصاديات دول جنوب الساحل والصحراء وانهيار منظوماتها الأمنية التقليدية، وبالتالي الناس ماشية راهو رغم عنا الناس بتجي. تونس على كل حال العدد مازال محدود، وانا نقول هذا العدد اللي موجود في تونس متحكم فيه. ما عندناش احصائيه دقيقه على الاعداد نتاعهم، معظم التقديرات ماهيش مفوته 100,000. نقول اذا كان نتمكن من الحد من عمليه التدفق مبدئيا ثم التعامل باسلوب حضاري، لانه الدوله لحد الان تتعامل باسلوب حضاري، ما شفناش الحقيقه معناها اسلوب غير حضاري مع الناس، وهذا مهم جدا. واجبها الدوله تحترم الذوات البشريه بصرف النظر عن تقديراتها او مخاطرها او تهديدا في اوضاع الامنيه او الاجتماعيه او كل مقاربه. للاسف داخل المجتمع هناك نزاعات لا تليق كلية بنا كمجتمع، ولكنها صادرة عن أفراد. مسألة العنصرية وغيرها اللي ما يلزمش تدخل في ثقافتنا أو نتبناها بأي شكل من الأشكال، ولكن من حق التوانسة أنهم يأتمنوا إلى مستقبلهم، أنهم يلقوا حلول لهذه الظاهرة، أن يحدوا من هذا التدفق متاع ظاهرة هجرة غير نظامية، ولكن ما يعبثوش بالقيم الإنسانية وبقيم الأخوة الإفريقية. نحن دولة في نهاية الأمر إفريقية، وحتى لو كان ما كناش دولة إفريقية ولو يكونوا من أي مكان معين يلزم الحد الأدنى مضمون في التعامل مع الناس باحترام، والدولة وحدها الكفيلة بالجواب عن هذه الأسئلة وبالتعامل معها. ما نخلوش الناس تصفي الحسابات مباشرة أو تخرج عن طورها أو نحرضوها للعنف، وبإمكاننا نجد الصياغ لحل هذه المعضلة بالاتصال بدولهم الأصلية، بالاتصال بالمنظمات اللي هي تشتغل على هذا المجال، بالتفاوض مع أوروبا وتحميلها مسؤولية المجاعة والفقر وغياب الأمن وتدمير قارة كاملة والاستحواذ على إمكانياتها واستعبادها حقيقة. هذا الكل في إطار سياسات تشاركية مع أشقانا العرب من القارة الإفريقية مع الأفارقة وبالتفاوض بندية مع الاتحاد الأوروبي. رياض، رغم الاختلاف حول المقاربات لمعالجة مشكلة الهجرة غير النظامية في تونس وانعكاساتها الاجتماعية والاقتصادية على تونس، لكن فما هناك شبه اتفاق أنه هذه المشكلة، مشكلة الهجرة الغير النظامية، صدرت من الجانب الإيطالي إلى تونس ولا أيضا من الجانب الأوروبي إلى تونس التي باتت هي اليوم تعاني هذه المشكلة. إذا الحقيقة أنا نعتبر كلام ما عنده حتى معنى، لأن إيطاليا على وجه الخصوص وأوروبا عموما مكتوية بنار الهجرة غير النظامية، وربما الأعداد اللي موجودة في إيطاليا واللي موجودة في أوروبا أضعاف أضعاف الأضعاف ما هو موجود في المنطقة متاعنا. وكما كان يحكي سي خليفة راهو ظاهرة الهجرة غير النظامية ماهيش كان في تونس، معناتها كل دول المنطقة بما في ذلك ليبيا، بما في ذلك الجزائر، بما في ذلك المغرب، بما في ذلك أوروبا تقريبا، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، كل الدول في العالم تقريبا بدرجات متفاوتة تعاني من هذه الظاهرة غير النظامية وغير الإنسانية. ما هو مطروح على تونس؟ راهو مانيش باش نعاودوا نخترعوا العجلة، بينا معناتها يلزم أول حاجة الدولة التونسية تضاعف المجهودات وتضاعف التواصل والتنسيق مع جيرانها الجزائر وليبيا من أجل مزيد خلينا نقول مزيد ضبط الحدود متاعنا وتشديد الرقابة على حدودنا، هذا بالاشتراك مع اللوخيان في الجزائر وليبيا. وفي المقابل يجب أن نبحث لنا عن رؤية، عن تصور لكيفية التعامل مع هؤلاء المتواجدين حاليا على أراضينا واللي دخلوا بطريقة غير قانونية وغير شرعية واللي أصبحوا الحقيقة معناتها في حالة احتقان حتى ما بينهم وبين بعضهم وما بينهم وبين التوانسة. وشفنا الحقيقة معناتها جرائم خطيرة جدا يتم ارتكابها من قبل بعض المهاجرين. شفنا كما حكينا على دور العبادة
عباده، شفنا مدارس، شفنا محاكم خارج اي اطار قانوني، شفنا حتى معناتها التجاره البينيه فيما بينهم، معناتها شفنا الحقيقه حاجات في خرق تام لقوانين الدوله التونسيه. وراو مره اخرى الامر لا يتعلق لا باللون ولا بجنس ولا بعنصريه، ولا هم يحزنون، والناس اللي تحب تهزنا للمتاهات هذيك كلام مردود عليهم، احنا نحكيو على اجانب بصرف النظر عن جنسهم ودولهم ولونهم، دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية وغير شرعية، وبالتالي الدولة يلزم تتعامل معاهم بالقانون. بالنسبة للحديث اللي نسمعوا فيه على ليبيا وعلى الجزائر وعلى إيطاليا والجانب الأوروبي عموما، يجب أن ننتبه جميعا إلى أنه راو فما حملات مأجورة ومسعورة، وفما أصوات أنا لا انت حكيت على ليبيا والجزائر، هل نتغاضى على مشكله دخول يعني المهاجرين غير النظاميين من الحدود الليبيه والجزائريه؟ هذا هو اللي كنت باش نحكيه هنا. اليوم نسمع في حملات مسعوره ماجوره وابواق انا نسمعها بالباكي تحكي، لانه هي تعبر على وجهه نظر معينه لا تريد خيرا لتونس. حذاري من الاخر معناتها من استغلال الهجره غير النظاميه لتوتير علاقاتنا مع جيراننا سواء ليبيا وإلا الشقيقة الجزائر وإلا إيطاليا وإلا الجانب الأوروبي، كل حاجة في بلاصتها. أما إلقاء التهم جزافا وتحميل المسؤولية إلى دول أخرى، هي بدورها تعاني من الهجرة غير النظامية. تنجم تقولي نشدد الرقابة، نعم، نضبط الحدود، نعم، نضاعف المجهودات مع جيراننا ليبيا والجزائر، مطلوب ويلزم يصير، لكن أن نحمل الناس زادة مسؤولية كل مشاكلنا، هذا راهو يأتي ويندرج في إطار سعي البعض المحموم لتوتير علاقاتنا المتميزة بالجزائر وليبيا وإلا ببعض الدول في أوروبا. وهذا راهو خط أحمر وراهو بلوغ أخرى شالقين بهم معناتها من غير ما. على هامش تنظيم ملتقى التحالف الإفريقي لأمراض الليشمانيا، أعلن معهد باستور بتونس أنه عدد الإصابات بهذه بالليشمانيا الجلدية في تونس والمتسببة في تقرحات جلدية على اليدين والوجه تتراوح ما بين 4000 و5000 إصابة سنويا. أكثر تفاصيل في تقرير إيمنا صليتي. أعلن معهد باستور أن عدد الإصابات بداء الليشمانيا الجلدية في تونس والمتسببة في تقرحات جلدية على اليدين والوجه ما بين 4000 و5000 إصابة سنوياً، وأكثر المناطق في الجمهورية التي يتم فيها تسجيل العدد الأعلى من الإصابات هي سيدي بوزيد وقفصة وتطاوين وقبلي وقابس. ويعرف داء الليشمانيا بأنه عدوى طفيلية تنتقل بواسطة لدغات ذباب الرمل المصاب بالطفيلي. ومؤخراً نظم معهد باستور بتونس اجتماع التحالف الإفريقي لأمراض الليشمانيا لتعزيز أنشطة البحث العلمي لمكافحة هذا المرض بالخصوص في أفريقيا، نظرا لانتشاره في البلدان الإفريقية مقارنة بالبلدان الأخرى والبحث عن سبل جديدة للعلاج. وأكد المعهد أن مرض الليشمانيا يصنف من الأمراض السارية وله عدة أنواع على غرار الليشمانيا الجلدية التي تتسبب في تقرحات جلدية على اليدين والوجه جراء لسعة ذبابة الرمل التي تأتي عادة من البلدان التي تعيش أزمات اقتصادية واجتماعية ولا تعي بأهمية التشخيص المبكر لهذا المرض في مراحله الأولى. وتستهدف الليشمانيا الجلدية سنويا 1,300,000 حالة في العالم. ويهدف ملتقى التحالف الإفريقي لأمراض الليشمانيا إلى توفير أدوات تشخيص سهلة الاستعمال في البلدان المهمشة والفقيرة من أجل علاج مبكر وتلافي انتشار التقرحات الجلدية وتوسعها، فضلا عن تجنب الآثار النفسية التي من الممكن أن يتسبب فيها هذا المرض رغم الصعوبات والمشاكل التي يواجهها الأطباء. إلى أن تونس تعتبر الأولى عربيا في البحوث المتعلقة بمرض الليشمانيا، ومعهد باستور يتصدر قائمة معاهد البحث في هذا المرض حسب ما سبق ونشرته المجلة العالمية BMC المتخصصة في الأمراض السارية. ولأكثر تفاصيل حول مرض الليشمانيا تنضمنا عبر الهاتف البروفيسور والباحثة بمعهد باستور إكرام الجيزاني. مساء الخير. مرحبا بك. أول سؤال ممكن نطرحه هو ما مدى خطورة هذا المرض؟ والله هي أكثر من الخطورة، هي معناتها البعد نتاع المرض هذية يتجاوز الشخص ويمشي، معناتها هي معناتها في المالاديك يافكت
اونيكمون لانديفيدو ولكن حتى البيئه الكامله، معناتها هي هذيك المريض والترانسميسيون تاع المرض سي اون كيفاش اون ريفليكسيون ولا سا ريفليت ان كيلكو سورت شنو قاعد يصير في البيئه في البيئه هذيك، معناتها هي مشكله تكون معقده شويه على خاطر فيها البيئه وفيها احنا كيفاش نجمو نتفاعلوا مع المرض هذيك باش نتجاوزوه ونقاوموه. ودونك معناتها يا دي بلوزور نيفو سما معناتها نتطرقوا للمشكل هذيك من عده شراك كيفاش خلينا نشوفوا شنو اسباب المرض هذا وايضا اسباب انتشاره. والله الاسباب ما هو منتشر، هو منتشر بطبيعته على خاطر كما قلت لك هو الطفيلي يترعرع في وسط عنده خزان نتاعو اللي هي في تونس احنا نوع من الجردين موجودين معناتها في الاماكن اللي تصير فيهم العدوى هذيا، وهو معناتها الموش دي سابي معناتها ذبابة الرمل وقت اللي تلدغ الجردين هذوما باش تاخذ الطفيلي وهو باش يكبر ويتكاثر في في الصالون او كيلكو سورت نتاع الطبيبه هذيا، ومن بعد باش تمشي وهي كيفاش تعاود تجبد الدم مره اخرى تنجم تجبد الدم عند شخص، دونك هي باش تعدي وقتها الشخص هذاك، فهمت كيفاش؟ دونك معناتها كيفاش انت مثال نقولوا تشخيص المرض ودويه المريض هي جانب معناتها من الحاجات اللي نجموا الحلول اللي نجموا نلقاوهم باش نقاوموه المرض هذاك. دكتوره شنو اهم التوصيات؟ نقاوم اوسي الترانسميسيون بيدا، معناتها يلزمك تعرف كيفاش توقف الذبابه ويلزمك تعرف كيفاش تتبعد الجردين هذوما من العباد. دكتوره احنا على ابواب يعني موسم صيف ونعرفوا اللي الموسم تاع الصيف يكثر فيه الذباب وايضا يكثر فيه الناموس، شنو ممكن التوصيات اللي نقدموها للتوانسه ولا المواطنين ايضا في علاقه بالوقايه من هذا المرض؟ هو برنامج المكافحه نتاع المرض هذا معروف، معناتها تونس نورمالمون عندها برنامج مكافحه متكلفه به وزاره الصحه وبالخصوص معناتها لا ديريكسيون دي سوان سونتي باز معناتها الاداره لي سوان سونتي باز هذه بون ان توكا لا دي سي بي. دونك هما يعرفوا معناتها وهي ثم دي كومباني دو كومون دير ديبونداج دانسكتيسيد دونك يجيو يقاوموها يقاوموا الذبابه هذيا والناموس كما يقاوموا الناموس، معناتها سي اون ابروش انتيغري. وعندك زاد مقاومه الجردين يا حاجتين، هو ساعات الجردين تبدا كي تقرب للعباد علاش على خاطر ثم نوع من النبتة اللي هو معناتها هذيك الماكلة نتاعو ما يمشيش ياكل حاجة أخرى. دونك أنت كي تبعد صارت عملوا البروجي هذايا في سيدي بوزي ذاك العام عملوا لابوغاج بروفون معناتها جاو في المناطق اللي تصير فيهم الترانسميسيون وتعديت وقت العدوى في وسط سيدي بوزي بيدا، دونك جاو الأماكن اللي هما تكاثرت فيهم الجردين هذوما على خاطر تكاثرت فيهم الحشيشة هذي. دونك هما كي جاوا عملوا نصفوا البلاصة هذيك وقلبوا الأرض وكل شيء ما عادتش طلعت النبتة هيك، دوكو ولات الترانسميسيون قلت طاحت معناتها لو نومبغ دو كا شافوا اللي هي ثم نجاعة للطريقة هذيك معناتها. دونك يلزم كيفاش تطرق للمشكل هذايا، تطرق جانب التشخيص المبكر والعلاج، ومن شيرة أخرى يلزمك تعالج البيئة. دونك تعالج البيئة كيف مش تقلل من كثرة الذبابة وكيفاش تقلل من وجود الخزان، هذوما معناتها كما نقول الركائز الأساسية اللي يصير عليهم
برنامج المكافحة للجمعيات. كان قبل عندنا برنامج ويشتغلوا بالتنسيق بين وزارة الفلاحة والبيئة والصحة، لكن الحملات الوطنية هي وين توا؟ مازال عندنا ولا؟ لا هي موجودة معناتها في تونس، موجودة دايور معناتها هيستوريكمون بارلون، تاريخيا أول ما بديت يحكيوا بها معناتها المرض هذايا في آخر القرن 19، هما يحكيوا على لو كلو دو كافا، معناتها هي معروفة في كافا أول ما تعرفت معناتها الجمهورية التونسية، وبعد كثرت في الثمانينات وموجودة في سيدي بوزيد، موجودة في شيرة في الجنوب، معناتها في أماكن في الجنوب كما تطاوين، غم راسن، موجودة في القصرين، موجودة في ولاية مهدية، في ولاية سوسة، ولاية القروين، فهمت؟ هذوما معناتها أماكن نجم نقولوا سي دي أندروا كي سون أنديميك، معناتها هي ساكنة هذيك والمواطن ينجم نقولوا يعاني منها اون كيلكو سورت، فهمت؟ شكرا ليك. عندنا اونتخ 3000 4000 5000 احنا والعوام. شكرا ليك بروفيسور إكرام الجيزانية والباحثة بمعهد باستور، شكرا ليك على جملة هذه الإيضاحات. بعد الفاصل نستقبل محمد زياد ماهر عضو لجنة المالية بمجلس نواب الشعب.